ورد إلينا سؤال عبر الفايبر من سؤال من الأخ أحمد، من الأخ أحمد من طرابلس، يسأل فيه يقول: أخي مريض بالخبيث شفاه الله وعافاه، قال لا يستطيع الصوم، هل يخرج الفدية مالا أو طعاما؟ هو يريد إخراج الفدية، يسأل هل تخرج الفدية عن الصوم مال أو طعام؟ هنا الأصل هو الطعام، ومقدر له بمد من قمح، يعني مقدار تقريبا كيلو لربع أو 600 جرام ومعها شوي، فأنا هذا القدر الذي يزيه طعاما عن كل يوم. لو دفع القيمة، فالقيمة قدر الدار الإفتاء ب4 دنانير، فتجزي عنه إن شاء الله على من يرى ذلك، وكثير من أهل العلم أجازوا مثل هذا، وكذلك دار الإفتاء تجيز مثل هذا، فبالإمكان أن يدفع إذا رأى أيسر له أن يدفع 4 دنانير عن كل يوم واحد، والله أعلم.